السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أبدأ أشتغل بي أند أي دي، يعني ببدأ أحط كده على التو دي طريقة الشغل تبقى عاملة إزاي والتوصيلات تبقى عاملة إزاي، فباجي هنا أختار أول حاجة المشروع اللي أنا هشتغل عليه، وبعد كده هاجي في قلب البروجكت أقول له نيو دروينج، وهديله الاسم مثلا اللي أنا عايزه، ده اسم اليوزر الأوثر اللي عامل الملف، الفولدر باص، الدي دبليو جي تمبليت، تقدر تختار التمبليت اللي انت تشتغل عليه بس خليك مختار حاجه بي اند اي دي، تمام، واقول له اوكي، افتح معايا بالشكل دوت. وبعد كده هتيجي هنا التول باليت، تبدا تختار انهي كود اللي هتشتغل بيه، هل الامريكي ولا الالماني ولا الياباني زي ما انت عايز، تمام. طيب احنا محتاجين هنا ايه؟ اول حاجه محتاجين ان انا احط مثلا حسب المخطط بتاعك، مثلا بامب، تيجي تبدأ تختار البامب وتحطها هنا، فبيقول لك اختار الاسم بتاعه، فليكن مثلا 101، تمام. وهنا التاج اللي انت عايز تحطه هيبقى بقى شكل اكيوبمنت تاج ولا اوفال تاج ستايل ولا بامب ولا تاج، هقول له اساين وابدا احطه اهو بالشكل دوت. ممكن يكون عندك بامب تانية مثلا اهي، تمام. طيب هو لو انت حطيتها 101 هيرفض لان هيبقى بنفس الاسم، فانت لازم تغير الرقم، خلينا مثلا 102، هتحط التاج مثلا هنا. طيب احنا محتاجين مثلا الحاجة دي توصل بإيه؟ طبعا كل الكلام ده ينفع فما فيش أي اعتراض، أنت بس بتبدأ تشوف أنا اللي أحسن. مثلا عايز عندك تانك، في تانك مقفول، تانك مفتوح، تانك بالأشكال ديت، فبتبدأ تختار التانك بتاعك. التانك بقى بيبدأ يديك اختار الأبعاد بتاعته، تقدر تختار بالشكل دوت، تمام. بيقول لك خلي التانك ده إيه، طبعا هو اختار الاختصار بتاعه تي كي، فمفيش مشكلة اهو، خلي مثلا تتكتب هنا. طيب عايز ابدأ اوصل التنكات، لما بتيجي تعمل سيلكت بيجي معاك بالشكل ده، عايز تبدأ تقول له مثلا عايز اوصل لاين، فتبدأ تختار ده البريمري لاين، بعد كده سكندري لاين، فهقول له مثلا انا عايز البامب ده يخرج بالشكل دوت لكده لكده لقلب البامب ده، خليه يبقى عمود عليه عشان يبدأ يفهم زي ما انت شايف كده ايه، ركب لي نوزل اهيت، تمام، بالشكل دوت. تقدر تغير الشكل ده لأي شكل انت عايزه زي ما انت عايز. طيب ودوت نفس الكلام برضو، اقول له بيرمان لاين، تمام. ممكن تبدأ توصله بأي طريقة معينة، تطلع مثلا كده وتبدأ تقول له وصله مثلا بالشكل دوت. لو عايز تعدل في الماسورة ممكن تعمل لها سيلكت كده وتبدأ تختار مثلا من هنا ان انت تنزلها للمكان دوت اهو، تمام. ولو انت عايز تخلي الشكل بتاعها يتغير ممكن تسحب ميل الجرافس دوت او الكونكشن بوينت. طيب لو جينا نكرر مثلا بامب معينة، عندنا البامب ديت عايز اكررها، فهقول له كوبي سي او وابدأ اسحبها لتحت، تمام. طيب قبل علامة استفهام لأن ما ينفعش يكون في مكانتين بنفس الاسم، فبقول له خلاص 103 اوكي بالشكل دوت. هبدأ بقى أرسم لاين اهوت من هنا لهنا، وبعد كده هبدأ أسحب وأقول له مثلا وصلها لي بهنا أو توصلها بأي حتة أنت عايزها، تمام. وأنت ممكن وأنت بترسم تبدأ تختار اليونت اللي أنت تشتغل عليها أو الإعدادات اللي أنت عايزها. طيب لو انت بعد كده عايز مثلا تركب محبس، فتقول له فالف، تقول له انا عايز المحبس دوت اهو، تمام. وتقدر تغير الرقم والاسم اللي انت عايزه، ممكن تختار محبس اخر، تمام. بيقول لك غير الاعداد بتاعته، فهتغير زي ما انت عايز، ممكن تدوس على دوت عشان يديك الرقم اللي اعلى منه على طول، تمام. بيقول لك خلي بالك في اتنين بنفس الاسم، قول له مثلا 108 مثلا. The two components of class drawing can be have the same tag. طيب اهوت هتحط مثلا التاج ده هنا بالشكل دوت. طيب لو انت عايز تحط مثلا reducer، فتيجي في الفيتنج تقول انا عايز reducer، ممكن تقول انا عايز فلانج، عايز بلايند فرانش زي ما انت عايز، هتقول له مثلا عايز احط المحبس بتاعي الريديوسر بتاعي هنا، وتبدأ تكتب المعلومات بتاعته، هو اوتوماتيك هياخد الكلام دوت. هنا تقدر تختار الشكل،
ممكن تخش على التاج دوت لو انت عايز تعدله، وتقول له مثلا ده من 3 بوصة ل4 بوصة. اوكي وهكذا.